عبد الشافي بيغيب عن ودية المنتخب، محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك بيغيب النهارده، بيغيب عن ودية المنتخب بتاعت كينيا علشان عنده شد في السمانة. جهاز المنتخب يحصل على تطعيمات ضد الملاريا والحمى، جهاز قام اعضاء الجهاز الفني منتخب مصر وكذا كابتن شوقي غريب وعدد من اللاعبين على راسهم شوقي السعيد وخالد قمر وامير عبد الحميد وهاني العجيزي وابراهيم عبد الخالق حصول على التطعيمات اللازمه اليوم باسوان استعدادا للسفر الى السنغال. اعتقد ان دي لقطات في استاد اسوان امبارح، عايز اقول لكم ان دي لقطات حصري ولقطات انا اول مره اشوفها، يعني ما شفتهاش. جزار ياسر كان مخبيها وطلع بيها دلوقتي. دي لقطات حصريه اللاعبين الاعلاميين بعدد ده هو من الناس، واضح ان الاستاد تحت زحمه. استاد اسوان واضح يعني شكله الحقيقه أكثر من رائع، هيقوم بافتتاحه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إنجاز جديد الحقيقة يعني يحسب في عصر المهندس خالد ومجهودات كبيرة جدا قايم بيها الفترة اللي فاتت دينامو، يعني الحقيقة الناس كلها قاعدة منتظرة هيضربوا خالد ده منين؟ يعني هيزقوه منين؟ ولكن هو لا الحقيقة ماشي بخطى ثابتة جدا وماشي بشكل طيب، سواء مباني سواء استادات سواء تعاملات مع ناس، يعني إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه ويكرمه الفترة الجاية. ده استعدادات الفريق قبل تمرين امبارح بالليل. اعتقد ان هو امبارح كابتن شوقي غريب كان عامل يعني تمرين كده بسيط اهو، يعني كاميرا الملاعب اليوم بتلف لكم في استاد اسوان قبل ما اي حد في مصر يشوف اهو، يعني استاد شكله جميل، الشعب الاسواني شعب طيب جدا، هيغادر برضو يعني ده طبيعي بقى زي ما عودناكم كواليس منتخب مصر دايما ان شاء الله باذن الله. يعني معانا اهي في داخل ملاعب اليوم لحظة بلحظة كنا بنقعد نكلم الحقيقة، يعني مجهود كبير من الكرو عندنا ومن مهيب من هناك وكده لتغطية منتخب مصر، ودايما موجودين معاهم سواء في أسوان في أفريقيا في أي حتة دايما إن شاء الله بإذن الله، ونفضل دايما موجودين. تلفزيون زي ما قلت لكم بيرفع عرض شراء الدوري ل 300 مليون جنيه، والاهلي بيناشد وزير الشباب المساهمه في تكاليف رحله الكاميرون. اعتقد ان الاهلي كان بيتكلم في تكاليف الطائره الخاصه، واعتقد ان المهندس خالد عبد العزيز ابدى موافقه لو المواعيد هتبقى صعبه على النادي الاهلي. محمود طاهر يجتمع مع مسؤولي برزنتيشن، وده اللي نفاه الاستاذ عمرو وهبي بعد ما سكت وهدي وتنهد كده، فحسيت ان هو رايح يقعد مع الراجل بالليل مفيش حاجه خالص. بس اعتقد المهندس محمود طاهر عنده اعداد كتيره النهارده بالليل، ولكن ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقه وتمشي الامور على خير. احنا في النهايه عايزين صالح الكره المصريه. خصم 30,000 جنيه من مستحقات عاشور، كابتن علاء الصاد المشرف على الكره بالنادي الاهلي خصم 30,000 جنيه مستحقات حسام عاشور مدافع النادي الاهلي بعد حصوله على الانذار الثاني في مباراه النجم الساحلي، وهو متسبب في غيابه عن مباراتي الفريق في الدور قبل النهائي لبطوله افريقيا باعتبار الايقاف الثاني لعاشور في البطوله، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحه. يعني لعيب الحقيقه هادي ومؤدب جدا ومتدين جدا حسام عاشور، ولكن يعني اكيد نوع من الحماس. تريزيجيه ينتهي من امتحانه ويلحق بالمنتخب في اسوان. محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الاهلي خلص امتحانه النهارده الصبح وغادر على الطياره بتاعه الساعه 5 متجه الى اسوان للانضمام لمعسكر المنتخب. شريف حازم ينتظم في تدريبات الاهلي، ينتظم شريف حازم الوافد الجديد للنادي الاهلي في تدريبات الفريق، ان شاء الله باذن الله بنتمنى له كل التوفيق.